طيب اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في الانترميديات ماشين ليرنينج، وبدنا نكمل في الدرس الثالث في الكاتيجوريكال فاريبلز، كيف إنه أنا أتعامل مع الكاتيجوريكال فاريبلز. شو تعريف الكاتيجوريكال فاريبل؟ ببساطة شديدة إنه هو عبارة عن limited number of values، أرقام محدودة، يعني مش أرقام محدودة، قيم محدودة، قيم محدودة. بغض النظر هذه القيم هي عبارة عن أرقام أو فئات nominal. الفئات إحنا بنسميها nominal، nominal variable. هذه ممكن يكون فيها نوعين. إيش النوعين هدول؟ ممكن يكون ordinal. إيش يعني ordinal؟ بيكون الترتيب فيه له معنى. زي كيف مثلا؟ انه لو كان في عندي سيرفي وكان في اسئله من اسئله السيرفي بتسال انه قديش انه انت يعني عاده تاخذ البريكفاست، فانا عندي نيفر، ريرلي، موست اوف دايز، افري داي. تمام؟ فبالتالي ممكن انا اعتبر انه نيفر زيرو، تمام؟ وانه هذه اول درجه، rarely واحد، most of days او most days اثنين، every day ثلاثه، ثلاثه اعلى درجه بهذا الشكل. فبالتالي هنا الترتيب بيكون فيه له معنى. وممكن انه يكون الكاتيجوريكال فاريبل هذا انه نومينال عادي والترتيب ملوش اي معنى على الاطلاق. زي ايش مثلا؟ لو احنا سالنا في السيرفي شو نوع السياره اللي بتمتلكها، ممكن تكون الاجابه هوندا، تويوتا، فورد، فبالتالي ما فيش اي معنى للترتيب. او شو لونك المفضل؟ لونك المفضل انه احمر، ازرق، اخضر. هل في الترتيب للالوان هذه معنى معين؟ بيكون ما فيش معنى معين. طبعا احنا بدنا نتفق انه الماشين ليرنينج الجوريثمز عادة بتحب تتعامل مع أرقام وليس مع فئات، فعشان هيك إحنا لازم نحول الكاتيجوريز هذه لنمبرز، لازم نحول الكاتيجوريز هذه لنمبرز. فبدنا نشوف أسلوب التعامل مع الكاتيجوريكال فاريبل. في أنا عندي ثلاث أساليب، إيش أفضل أسلوب؟ أفضل أسلوب اللي بيجيب دقة أعلى. بالضبط، بروح بحسب الإيرور لكل واحد زي ما تعودنا، وبروح بطلع معاه. اول اسلوب واسهل اسلوب انه نعمل دروب للكاتيجوريكال فاريبل. بروح بشوف انه ايش الكاتيجوريكال فاريبل الموجود انا عندي، بروح بعمل له دروب، بحسب الايرور قديش بيطلع انا عندي وبشوف كيف. الاسلوب الثاني ليبل انكودنج. في الليبل انكودنج بروح بتعامل مع انه على سبيل المثال هذا العمود تبع البريكفاست، انا عندي هنا القيم every day، never، rarely، most days، never. تمام؟ فكل قيمة هنا بروح بحط لها قيمة رقمية. تمام؟ وما دام الترتيب له معنى ببدأ إنه never zero، rarely واحد، most days اثنين، تمام؟ every day ثلاثة. هاي أنا عندي تكررت هنا never بحط zero بهذا الشكل. تمام؟ هذا الأسلوب بنسميه label encoding. يعني مثلا على سبيل المثال انه انا في عندي ميديكال داتا سيت، فانا بروح بقول له قديش درجة الألم انت عندك في مثلا في في في, في الرئة او في الصدر، بيجي بيحكي انه ألم بسيط، ألم متوسط، ألم شديد، في عندي ألم شديد. فبالتالي هنا انه بالضبط، فبالتالي انه هذه بتمثل درجات انا عندي زي هيك. فبالتالي الترتيب بيكون له اهميه. لكن اذا كان مثلا شغلات ما لهاش علاقه ببعض، يعني ترتيب ملوش اي معنى زي الالوان مثلا، زي نوع السياره، زي يعني مثلا على سبيل المثال التعليم، شو درجه التعليم الموجوده عندك؟ انا عندي دبلوم ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا كذا. فبالتالي الترتيب له معنى، له معنى. تمام؟ هذا زي ما اتفقنا بنسميه ordinal variable، لأنه الأوردر الترتيب له أهمية أو له معنى. تمام؟ نيجي للنوع الثاني
يبقى هذا عادة أنا بطبقه للأوردينال فاريبل. بس هل يمنع هذا إنه الليبل إنكودينج هذا الأسلوب إنه أنا طبقه على قال الألوان؟ ما فيش ما يمنع، بينفع إنه أنا أطبقه، لكن يفضل إنه أنا أطبقه على الأوردينال فاريبل. في هنا عندي نوع ثاني فيه له ميزات وفيه له عيوب اسمه وان هوت إنكودينج. ايش الوان هوت انكودينج؟ بيكون عندي بهذا الشكل. على سبيل المثال في عندي عمود للكلر، تمام، ريد ريد يلو جرين يلو، واروح بحصر الفئات اللي موجوده هنا في هذا العمود، تمام، وبروح بعمل عمود لكل فئه. وعند تحويل السجلات هذا السجل بحط واحد اقبال اللون اللي موجود هنا، يبقى واحد عند الريد زيرو، عند اليلو زيرو، عند الجرين هنا نفس الشيء، هذا يلو واحد في العمود تبع اليلو، زيروز في البقية، الجرين واحد في الجرين، زيروز في البقية، واليلو واحد في اليلو وزيروز في البقية بهذا الشكل. فهذا فعلا انه بيمثل الأعمدة عندي الكاتيجوري اللي ما فيش بيناتها اي ترتيب بالطريقة هذه. العيب تبعه انه لو كانت عندي عدد الكاتيجوريز كثيرة، ف يعني لو كان في عندي 17 كاتيجوري حعمل 17 عمود اضافي، هذه مشكله بالنسبه لي. طب لو كانوا 50 كاتيجوري هل حعمل 50 عمود ولا اروح باتجاه الليبل انكودنج بيمشي الحال؟ تمام. ف مين اللي بيحدد الايرور بالضبط؟ يبقى هذا النوع بنسميه نومينال فاريبل، هو كاتيجوريكال ولكن الاوردر فيه ملوش اي معنى. تمام. نيجي نشوف الـ 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 الكلام هذا في الكود. يبقى ملخص الكلام انه انا في عندي ثلاث اساليب. اول اسلوب بعمل دروب وهو الاسهل، ثاني اسلوب بعمل ليبل انكودنج، وثالث اسلوب بعمل وان هوت انكودنج. تمام. وبختار مين هو الاسلوب الافضل. نشوف كيف نعمل هذا الكلام في الكود. الاسلوب الاول كيف بحدد، يعني الاسلوب الاول سهل بالنسبة لكم لأنه مر عليكم كيف نعمل دروب لكولومز، بس بيضل إنه إحنا كيف نحدد الكولومز اللي تعتبر كاتيجوريكال. أي كولوم التايب تبعه أوبجكت فبيكون كاتيجوريكال. إذا أنا عندي الانتجر الانت 64 والفلوت 64 هدول نيوميريكال، تمام؟ فهنا بحكي له بدي أعمل، بدي أعرف الإس، والإس هذه عبارة عن مجموعة الأعمدة اللي التايب تبعها اوبجكت، تمام. رحت طبعتها الكاتيجوريكال فاريبلز هذول، عملت لها كاست كليست، رحت طبعتها طلع انا عندي ثلاث اعمده اللي هو التايب والميثود والريجن نيم. شو بروح بسوي؟ بروح بعرف داتا فريم. ليش بطبقش هذا الكلام على الداتا سيت الاصليه؟ لانه لسه بدي اطبق اساليب ثانيه، بديش انا امسك الداتا سيت الاصليه لانه انا لسه محتاج. فبروح بعمل داتا فريم، بروح بختار انه اكس ترين سيلكت دي تايبس اكسكلود اوبجكت. بالضبط. يبقى هذه الميثود سيلكت تايب حتمر عليكم كثير، تمام؟ ممكن انه احنا نمرر لها الباراميتر انكلود او اكسكلود. لو انا قلت بدي اجيب كل الاتريبيوتس اللي كاتيجوريكال فبقول له ان انكلود بتساوي اوبجكت، تمام. طبقت هذا الكلام على الترين وعلى وعلى على الـ على الفاليديشن سيت، معنى ذلك انه زي كانه عمل دروب للاعمده اللي كاتيجوريكال، تمام. لانه انا عملت هنا اكسكلود في الداتا فريم، هذه عباره عن الاعمده بنيوميريكال فاريبلز، تمام. رحت استدعيت الميثود هذه السكور ميثود، ورحت حسبت طلع قديش معي 17000. هذا الاسلوب الاول 175، تمام، 175000. نيجي للاسلوب الثاني الليبل انكودنج. الليبل انكودنج بروح انا عندي في موديول في الاسكيلر اسمه
pre-processing اسمه label encoder، هذا عبارة عن class. تمام، بروح بعرف منه object هيو هنا. بس قبل هيك بروح باخد بالضبط نسخة من البيانات لأنه بديش إياها تتأثر. إيش سميتها؟ هذاك رحت سميته x drop أو عفوا drop x train، هذا بدي أسميه label x train، يعني بدي أطبق عليه label encoding. هذا كلام للترين وللفاليد. بدي أروح ألف على الكولومز كلها، عفوا بدي أروح ألف على الأوبجكت كولومز اللي إحنا حددناها في سيل سابقة فوق. تمام؟ وإيش أعمل؟ أروح أطبق عليها label encoding. نفس الفكرة، أنا في عندي two method. fit transform تعمل عمليتين، الفت والترانسفورم. الترانسفورم تعمل استبدال. الفت شو بتروح بتسوي؟ بتروح تحسب ايش؟ تعمل encode لكل فاليو جديدة بتصادفها، بتروح بتشوف انه هذه الفاليو صادفتها اول مرة بروح بحط لها زيرو، بضلوا بكمل. تمام؟ هذه صادفتها صادفتها صادفتها، هذه ما صادفتهاش بروح بحط لها واحد، بعملها encoding كواحد وهكذا. يبقى هاي الفت. فت ترانسفورم بطبق هدول الشغلتين، انه بعمل مابينج بين كل كاتيجوري و الانكودد ليبل، وبعديها بروح بستبدل. تمام؟ هذا الكلام. بنعمل فت ترانسفورم على الترين داتا، التست داتا فقط ترانسفورم، والسبب في ذلك انه احنا بدناش نغش. ليش؟ لانه حتظهر لي مشاكل. ايش هي المشاكل اللي حتظهر لي؟ انه في بعض الاحيان ممكن تكون في كاتيجوري موجوده في التست مش موجوده في الترين، زي ما حنشوف الاكسرسايز وراح نحلها. تمام؟ لكن اذا مشيت الامور تمام خلاص مكمل الشغل بهذا الشكل. طيب طبقت هذا الكلام على الترين وعلى التست، ومتفقين انه الترين فيت ترانسفورم والتست ترانسفورم فقط. حسبت الايرور قديش طلع؟ 169,000 165,000. نعم صحيح. نيجي للاسلوب الثالث اللي هو الوان هوت انكودينج. في الوان هوت انكودينج بروح بحط باراميترز اللي هو الهاندل انون بتساوي اجنور. تمام؟ وبحط السبارس بتساوي فولس. سبارس شرحت لكم اياها قبل هيك، سبارس والدنس ماتريكس. الاجنور هنا معنى ذلك انه عشان اتجنب الايرورز اللي موجوده في الفاليديشن، انه في حال انه ما كانتش يعني الكلاسز هذه انه ريبريزنتد في التريننج داتا، بدل ما يوقف الشغل تبعي ويديني ايرور بقول له تجاهل هذا الكلام. السبارس انه على سبيل المثال لنفترض انه انا في عندي ثلاث اعمدة اللي هو الريد واليلو والجرين. تمام؟ فانا عندي السجل الاول احمر، السجل الثاني احمر، السجل الثالث اصفر، والسجل الرابع اخضر. يعني عندي خطأ في الجرين هنا، يفترض يكون في ان. تمام؟ هذا sparse representation، معنى ذلك انه انا في عندي بلاقي في السجل انا عندي 1 column في value والباقي zeros، وهذه zeros بتسبب انا عندي مشاكل يعني في الالجوريثم، انا في عندي عمليات ضرب وطرح وشغلات زي هيك. تمام؟ عدا عن ذلك انه بيشغل حيز في الذاكرة كبير، وانه شو الفايدة انه انا اعبي في الذاكرة، انا عندي اعمدة وكلها zeros، فاروح بشو بسوي؟ فينا عندي representation تاني للماتريسيز اسمه dense representation. تمام؟ شو dense representation بحكي؟ انه انا عندي هنا بحط الكولومز اللي بتحتوي على value، انه انا عندي الريد 0 ريد عفوا الريد 1 والريد 1 واليلو 1 والجرين 1. او بمعنى اخر بروح بستبدل بدل هدول بالاندكس تبع العمود، فبالتالي بتصير بهذا الشكل. الريد الاندكس تبعه قديش؟ 0.
هنا عندي واحد، هنا ليش واحد واحد؟ برضو العمود زيرو واحد، هنا واحد واحد، وهنا اثنين واحد. هكذا انا بدي اعمل ماتريكس بالنظام سبارس، تمام؟ يبقى هذا R، هنا Y، هنا G، هنا هتكون 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. هذا عبارة عن ماتريكس with a lot of zeros، sparse matrix. sparse معنى ذلك إنه هي قيم فيها مبعثرة في بين 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 العديد من الأصفار. dense representation، بدل ما أعمل هذا الكلام كله في ماتريكس شايفة قديش أنا ماخذة 3 في 4، هذه 3 أعمدة في 4 صفوف. فينا عندي dense representation انه بروح بعمل هذا الكلام في عمود واحد، ولكن بيحتوي على او عمودين عفوا، بيحتوي على الكولوم والفاليو بهذا الشكل. فبروح بحكي انه هنا انا عندي فاليو في الكولوم 0، قديش قيمتها؟ 1. برضه في الكولوم 0 في عندي 1، هذا في الصف الثاني. في عندي في الكولوم 1 فاليو 1، تمام؟ وهنا في الكولوم 2 في عندي الفاليو 1. فهذه عبارة عن قديش؟ عبارة عن 2 ضرب 4. فدنس الريبريزنتيشن تبعها مضغوط، تمام؟ فهذه بتاخذ حيز أقل في الذاكرة، تمام؟ هاي السبارس والدنس ريبريزنتيشن. فالآن لما أحكي له هنا سبارس بتساوي false، معنى ذلك انه انا بديش sparse representation، بدي dense representation عشان ما يشغلش حيز في الذاكرة، تمام؟ طيب شو بروح بسوي؟ من ال pre-processing بعمل import لل one hot encoder، تمام؟ بعرف object منه oh encoder، وهنا اتفقنا انه البارامترز هذه صرنا عارفين ايش هي. عجيت انت لما تشوف لي سيل معينه ويكون فيها ايرور، ايش بروح بيطلع لي؟ بيطلع لي كي ايرور او فاليو ايرور او شغله زي بوقف الاكسكيوشن. هنا بقول له توقفش الاكسكيوشن. صحيح انه هو بيتجنب الاخطاء، لكن لكن حنشوف هذا الكلام انه احنا فعليا احنا ايش حنسوي؟ قبل ما نسوي هذا الكلام بروح بفحص انه هل في عندي في التست كاتيجوريز مش موجوده في الترين؟ بحدد هذول الاعمده وبعملهم دروب، لانه بالضبط. طيب عملت data frame جديد oh columns train بتساوي bd data frame، لانه هي بترجعش data frame، oh encoder fit transform
للأوبجكت كولومز. تمام؟ وهنا للفاليديشن ترانسفورم، واحنا متفقين على هذا الكلام. الآن هذه العملية بتضيع الانديسيز، فكيف بروح برجعها؟ انه الاندكس تبع الاوتش كولوم ترين بتساوي الاكس ترين اندكس. زي الامبيوتر، الامبيوتر ايش بضيع؟ اسماء الاعمدة. اما هنا هذا بضيع الانديسيز، فبالتالي بسترجعهم بهذه الكيفية. طيب ركزوا معايا، هل جيت هنا بعد ما عملت one hot encoding العمود هذا شو بدي اسوي فيه؟ دروب، بشيله. ليش؟ لانه صار تمثيل لإله بثلاث اعمده، فلازم اعمل له دروب. تمام؟ فنرجع للخطوه هاي، بروح بعمل الدروب، عفوا هنا بروح بعمل دروب للاعمده هذه اللي انا عملت لها one hot encoding. واضح ليش؟ صح؟ مركزين معايا؟ تمام. طيب لسه في شغلة تانية، أنا مش أخذت في الأول فصلت النيوميريكال لحال والكاتيجوريكال لحال. الكاتيجوريكال إيش عملت فيهم؟ One hot encoding، بدي أروح أعملهم concatenation مع النيوميريكال داتا عشان إنه تصير البيانات أنا عندي كلها النيوميريكال. فبالتالي هنا بعمل concat مع النيوميريكال داتا، اكسس بتساوي واحد، نحط الياهم جنب بعض. تمام؟ نحسب الايرور قديش طلع معايا؟ 166. مين احسن؟ ليبل انكودينج ولا وان هوت انكودينج؟ الليبل انكودينج في ايرور اقل، مش شرط دائما هذا الكلام، حسب البروبلم. البروبلم تانية ممكن يطلع انا عندي شيء تاني. تمام؟ فاجى الان دوركم تحلوا الاكسرسايز. في الاكسرسايز هتلاقوا، يعني اديكم هند، هتلاقي في بعض الاعمده فيها مشاكل، انه فيها كاتيجوريز مش موجوده في الترين، فيفترض هدول نعملها دروب. تمام دكتور، وين فصلنا الداتا ما وين ايش؟ لا للكولوم كله. كيف؟ صحيح، لانه انا بقدرش اعمل دروب لسجلات من التست، لانه لما اجي اسلم هو بقول لي انه انت مطلوب منك مثلا 10000 رو، فبالتالي حيقول لي انه الرو ناقصين وحيطلع لي سبمشن ايرور. لا انا بسلمه الواي. لاحظي انا عندي هنا في 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 التسليمات بالضبط، يعني هاي مثلا هاي في الاوتبوت، انا عندي الاي دي والواي بس، يعني الاكس اعمل البروسيس بري بروسيس عليها زي ما بدك، عفوا التست، التست داتا اللي هي الاكس في التست داتا اعمل بري بروسيس زي ما بدك، ما تحذفش من السجلات، اعمل في الاعمده اللي بدك اياها.
خلصته. خلاص خلصت من الاكسرسايز. ابدا احله. طيب نبدأ من البداية. شغل السيت اب. هنا أنا عندي الإكس ملف لحال، الترين لحال، والتست لحال. تمام. طبعا هذه الجملة إنه بس بتعمل جروب للسجلات اللي ما فيش فيها التارجت، اتفقنا؟ تمام. احنا عملنا سيت اب يعني عرفنا على الواي وعرفنا الاكس. تمام. وهنا في عرفت ليست اسمها كول كولومز وذ ميسنج. لفيت على كل الكولومز وحطيت فيها اسماء الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو. تمام. هنا ايش راح اعمل فيهم؟ عملهم دروب. ليش؟ لانه بدي ركز على موضوع الكاتيجوريكال انكودينج وليس على موضوع الميسنج فاليو. يفترض انه انا اعمل هاندل للميسنج. تمام. بس احنا بدنا نركز على شغله واحده في هذا الاكسرسايز. ونفس الشيء بالنسبه للتست، راح اعمل دروب للاعمده اللي فيها ميسنج فاليو، وهي هنا عمل تقسيم للبيانات. تمام. طيب شفنا الاكس ترين فيها 60 عمود. تمام. 1168 سجل. طبعا هذه الدالة اللي بتعمل لي سكور للماشين ليرنينج الجوريثم. بمرر لها البيانات، بعرف موديل راندوم فورست ريجريسور، بعمل له فيت، بعمل بريدكت، بحسب المين ابسوليوت ايرور. نجرب الاسلوب الاول اللي هو الدروب كولومز وذ كاتيجوريكال فاريبلز. كيف بنحددها؟ سيلكت دي تايبس، بحكي له هنا اكسكلود اوبجكت. اكسكلود وكانه انا عملت لهم دروب. تمام. هذا للترين وللتست. بفحص بلاقي انه تمام زي ما هو مطلوب. بحسب الايرور طلع معايا 17000. تمام. لا نيجي للخطوة الثانية اللي هو الليبل انكودينج. هنا بحكي لي قبل ما انه احنا نبدأ في الليبل انكودينج، خلينا نتفحص هذا العمود اللي هو كونديشن 2. ايش عمل؟ طبع اليونيك فاليوز اللي موجودة في الترين للعمود هذا، واليونيك فاليوز لنفس العمود في الفاليد. ايش طلع معايا؟ هنا
طلعت انا عندي مجموعه من الكاتيجوريكال فاريبلز وهنا مجموعه، فهل هما نفس الشيء ولا لا؟ النورم هيها موجوده، بوزيشن اي مش موجوده، فبالتالي هنا الكلام اللي احنا ذكرناه في الاول انه احنا في عندنا اشكاليه. الان لو انا رحت اخذت كل الكاتيجوريز هذه من برضه طلعت عليها في التيست وطبقت عليها الليبل انكودنج، هنا بندخل في مرحله الغش. لا ما ينفعش هذا الكلام. ما هو هذا اللي احنا بدنا نسويه. الان انا ايش طلعت هنا؟ في انا عندي في البايثون حاجه اسمها ست. ايش الست؟ فيش فيها تكرار، تمام؟ رحت عملت ست لليونيك فاريبلز، لليونيك فاليوز، تمام؟ في الترين وفي التيست، ورحت طرحتهم من بعض. الطرح ايش راح يسوي؟ راح يجيب لي العناصر الموجوده في الترين مش موجوده في التيست. هي جبتهم. الان رحت عملت العكس، اللي موجوده في الفاليد ومش موجوده في الترين، تمام؟ فهنا طلع انا عندي شيء مختلف. فالعمليه هذه انا في شغلات موجوده في الترين مش موجوده في التيست، شغلات موجوده في التيست مش موجوده في الترين، تمام؟ الان ممكن انا اروح الف على كل الاعمده زي هيك واحكي انه اذا كانت الست تبعت الفاليد لا تساوي الست تبعت الترين لهذا الكولوم، لفيت انا على كل الكولومز، بس هنا سلكت الدي تايب ايش اخترت؟ انكلود مش اكسكلود. لفيت على كل الكاتيجوريكال اتريبيوتس، تمام؟ فروحت طبعت الكولومز طلعوا تقريبا انا عندي 15 عمود غير متساويين، بغض النظر انه اذا كانت شغله موجوده في الترين مش موجوده في التيست، او العكس موجوده في التيست مش موجوده في الترين، تمام؟ هو الان هنا ايش عمل؟ هذه كل الكولومز تبعتي اللي هي الكاتيجوريكال كولومز، تمام؟ لف على كل الكولومز وحطهم عباهم في ليستا اذا كان الكولوم هذا التايب تبعه اوبجكت. هنا حدد لي الجود كولومز، ايش الجود كولومز؟ ممكن بامان اطبق عليهم الليبل انكودنج، تمام؟ اذا كانت يبقى عمل لي يعني عبى في الليستا هذه الكولومز، اذا كانت الست تبعت الترين هي نفسها الست تبعت الفاليد، تمام؟ فبالتالي استثنى سواء كان انه موجود في الترين مش موجود في التيست او العكس. اي نعم صحيح انه الموجود في الترين مش موجود في التيست بسببش انا عندي اشكاليه، بس هو شايف انه هذا بروبلماتيك اتريبيوت مش لويد الزياده، انه انا عندي الريبريزنتيشن تبع البيانات مش او السامبلينج تبع البيانات او توزيعة البيانات بالنسبه لهذا الاتريبيوت فيها اشكاليه، فهو قرر انه هو يشيله. لو خليت اللي موجود في الترين مش موجود في التيست ممكن يكون يعني سيف نوعا ما، ولكن هو قرر انه هو يشيله بالضبط في هذا الاكسرسايز. كيف؟ لقيت هنا ايش بجيب؟ عمود واحد. ايش فيه؟ كل القيم تبعت هذه العمود. لما اعملها ست ايش بصير؟ بشيل التكرار. طيب يبقى حددنا الجود كولومز. الباد كولومز ايش بتساوي؟ كل الاوبجكت كولومز ماينس الجود بيطلع انا عندي الباد. راح طبع لي اياهم هنا الجود وطبع الباد، وانا رحت زودت انا رحت طبعت اللينث تبع كل واحدة فيهم. هاي الجود كلهم هذول هم، وهي الباد. الجود 12 والباد 15 زي ما طلعناها هنا، تمام؟ فبالتالي الباد هذول شو بدنا نسوي فيهم؟ بدنا نعملهم دروب، تمام؟
بعد ما نعملهم دروب نقدر نطبق هنا الليبل انكودنج. الليبل انكودنج هيو معمول امبورت، فبروح بعرف منه اوبجكت. شو بنبرر؟ شو بنمرر باراميترز؟ كيف ولا اشي؟ كيف؟ هذيك الون هوت انكودر، فاين، هذه ولا حاجة، تمام؟ وبعديها هنا بنقول انه انكودد نعم كان عندي الليبل وفي الكولوم هذا هنا فت وهنا ترانس مضبوط كيف؟ تمام شوف الايرور طلع معي 17000 قديش طلع هناك؟ 17800 17800 وهنا 17500 تمام هجيت نطبق الوان هوت انكودينج بدنا نشوف الكاردينالي العددية تمام اللي هو درجة قديش انه الاتريبيوت هذا في كاتيجوريكال فاريبلز العددية درجة الكاتيجوريكال درجة الفئوية في هذه في هذا الاتريبيوت يعني على سبيل المثال انه لما يكون في عندي عمود في 19 كاتيجوريكال فاريبل غير عن عمود في 79 كاتيجوريكال فاريبلز فبالتالي هذاك بده 19 عمود وهذا بده 79 عمود اضافي تمام فهنا كيف بده يعدها راح اعمل ديكشنري تمام كل ديكشنري هو عباره عن ماب انه كل كولوم بالاضافه ل اليونيك فاليوز اللي موجوده فيه بالضبط تمام وهنا حاط انه الاوبجكت كولوم اسم العمود واليونيك فاليوز اللي موجوده فيه وعمل له سورت ممكن هذا يعني خليني اعملها في سيل مختلفه
انه انا عندي الستريت 2 اليوتيليتيز 2. طيب انا في عندي هنا تقريبا كل نوع هذا في شيء اكثر من 25. هذا بده 25 عمود تمام. في انا عندي برضو هذا 15 بعد ال 5 في هذا كمان 16 بعد ال 25 في شيء ثاني. هذول هم اكثر ثلاثه هذا حيصير بده 15 عمود وهذا 16 عمود وهذا 25 عمود. معنى ذلك عدد الأعمدة الإضافية اللي حتنضاف عندي 30 زائد 25 يعني 56 عمود كفار تمام. فهو إيش بيحكي؟ إنه فينا عندي الستريت أول واحدة تنتين بالضبط، فيها تو كاتيجوريز تمام، فالكاردينالتي تبعتها تنتين. فهنا بحكي لي انه بده الاعمدة اللي greater than 10. بالضبط، ممكن برضو نجيبها بالكود. ايش هم الاعمدة هدول؟ هذا وهذا عددهم اوكي ثلاث. هذا العمود 25 تمام. طيب for larger data set with many rows one hot encoding راح يزود حجم الداتا سيت بشكل كبير. يعني انا بزود، انا عندي حجم الاعمدة، فتخيلوا الماتريكس او المصفوفة او التابل اللي حيكون في الداتا سيت بشكل كبير. عشان هيك بحكي لي كاكزامبل، افترض انه انا في عندي داتا سيت فيها 10,000 رو تحتوي على one categorical column تمام. قديش في فاليو؟ 100. هجيت لو طبقت على هذه الداتا سيت one hot encoding تمام، if the column is replaced with one hot encoding how many entries راح تكون انا عندي في الداتا سيت؟ ميت كولوم. كيف؟ عندي 100 كولوم جديد. صحيح. في 10,000 ريكورد. أنا بدي أكمل. هو بده يحسب عدد الانتريز كذا في كذا. دايمنشنالي تبعت الأري. مظبوط. كم انتري راح ينضاف على الداتا سيت؟ انتري المقصود فيها زي هيك؟ لا، هذا انتري. بالضبط. كم خلية راح تنضاف؟ كيف؟ 10,000 في 100. بس احنا اتفقنا انه هذا العمود بعد ما عمل له انكودنج شو بسوي؟ ما عمل له دروب. بالضبط. قديش؟ بالضبط يعني. طيب هاي 100 ضرب 10,000. اوكي، هاو ماني، اقرا كمان مره، هاو ماني انتريز ار ادد تو ذا داتا سيت
by replacing the column with one hot encoding. Replacing طب ماشي اوكي اوكي خلينا نشوف خلينا نشوف السؤال الثاني. بدنا نعبر انه الجواب زي هيك انه how many entries are added to the dataset by replacing the column with label encoding. لا كيف مش حينضاف؟ اجل احنا لو طبقنا ليبل انكودنج ايش راح يسوي؟ معنى ذلك انه كم سجل حيتبدل؟ 10,000 صحيح. ماشي ما تدقيش على كلمة added يعني انه كم واحدة حيتم استبدالها، فبالتالي هنا 10,000 لانه انا عندي one label encoding بضيفش حيصير استبدال entries added. كم entry حينضاف؟ هجد الانتري هذا لما ينضاف مش هو عملية استبدال. يعني خليكم معايا انه في اللغة الان هذه زيرو رحت شطبتها وحطيت هنا 7 مش هذه انتري ادد يعني. فبالتالي هنا على ما اعتقد هنا بدنا ننقص منها ناقص قديش؟ 10,000 رو. incorrect values للليبل entries added. هذه مضبوطة. هذه ليش؟ قديش القيمة؟ معقول 100؟ قديش طلعت معاكم انتم؟ طب اوكي بالضبط. فبالتالي انا عندي 10,000 تبدلت قيمتهم، 10,000 سجل تبدلت قيمتهم، ما فيش اشي جديد انضاف. لكن هذا السجلات الجديدة اللي انضافت هي عبارة عن 100 عمود ضرب 10,000 سجل ناقص العمود اللي انا عملت له دروب في 10,000 فاليو. بالضبط. نيجي الان نطبق الون هوت انكودينج. الون هوت انكودينج ايش بده يطلع هنا؟ اللو كاردينالتي كولومز، الكولومز اللي فيها كاردينالتي قليله، انه لا يعقل انه انا اطبق على one hot encoding على أعمدة يعني فيها بالضبط. فهنا اختار انه اقل من 10 ممكن اطبق عليها one encoding. هل العشرة خلص هذه ستاندرد؟ لا، بتضلها على حسب الأعمدة في الداتا سيت. برجع بذكركم هنا قديش كان فيها، هاي 60 عمود تمام. فعلى هذا الاساس انه قرر. فبالتالي هنا ممكن قبل هاي السيل ايش اسوي؟ احط لكم سيل جديده هنا ونقول انه الاكس ترين دوت شيب 60 عمود. أنا شكلي لخبطت الدنيا.
تمام. يبقى الهاي كاردينالتي هي عبارة عن عملية طرح، وهما بيطلعوا تقريبا ثلاثة اللي هما هدول، مش هناخدهم بعين الاعتبار، مش هنطبق عليهم one hot encoding. فالآن هنا ال one hot encoding بدنا نعرف one hot encoder انا بعمل بتاع يساوي اجنور اوكي الفولس و هاندل طبعا هذا الكلام هنا في تغيير إشي على الكود بده يصير هنا اوكي وين ها هاي كيف هذه تسميتنا هذا الانكودر احنا عندنا زي هيك احنا هنا يفترض طيب احنا اتفقنا انه في الون هوت انكودينج بعد ما اعمل انكودينج اعمل هدول اعمدة هذا العمود بدي اعمل له دروب تمام عشان تكتمل الاجابة تبعتي اول حاجة شو بدي اسوي بدي اعمل one hot encoding اطبقه على الترين وعلى الفاليد تمام واتفقنا انه ال one hot encoding بضيع الانديسيز فبروح برجعها والكولومز اللي عملت لها encoding one hot encoding بروح بعملها دروب اللي هو الكلر هذا بعد ما عملت له encoding خلص بدنا نتخلص منه بروح بعمل له دروب انا عندي قائمة فيهم بلستة اسمها Object Columns تمام الان موضوع الشيبس بدنا نتأكد منه انه before و after يعني انا ايش مطلوب مني انه ارجع الزق الداتا سيت مع بعض انه نعمل concat لايش للنيوميريكال مع اللي انا عملت لهم encoding هنا هاي هم هدول تمام يبقى للنيوميريكال انه مجرد اعمل دروب من الترين والفاليد للاعمده للاوبجكت كولومز بتصير انا عندي هذه عباره عن الداتا فريم مكون من نيوميريكال اتريبيوت وهذه انكودد ويز وان هوت انكودنج بس مجرد انه اعمل كونكات بيناتهم واحكي له انه الاكسس بتساوي واحد حط لي اياهم جنب بعض مش تحت بعض اكسس بتساوي 0 حط اليوم تحت بعض ولازم الاعمده تكون نفس الشيء تمام الان بعد الكونكاتينيشن شفت الشيب بهذا الشكل الان قبل الكونكاتينيشن كان 11000 و
1168 في 122 ونفس الشيء بالنسبة للفاليد. الآن بعد الكونكاتينيشن هذه فاليد يفترض تكون اوكي. الآن بعد الكونكاتينيشن انه انا عندي نفس السايز تبع الرو تمام، هذه يفترض تكون 292 مش 1168. انا كنت غلطان هنا بالضبط، لازم اطبع الشيب تبع الفاليد اوكي. بس هنا الفكره في الموضوع انه عدد الاعمده زاد، انه كان بدل ما هو 122 صار 155. هذول من وين اجوا؟ اللي هم الانكودد كولومز مع النيوميريكال زي هيك. ساعتها بعد ما يفحص الدايمنشناليتي بهذا الشكل بحكي لي كوركت. بعمل في كلاس اسمه ايش؟ كولوم ترانسفورمر. طيب بيكون اريح اكثر في الشغل بالضبط. احنا في الفيتشر انجينيرينج برضو حنشتغل على يعني هنا في كورس هذا تبع الفيتشر انجينيرينج، في حنشتغل على اساليب ثانيه متقدمه اكثر في انكودينج، بس نخلص انه الانترميديت اوكي. طيب الان بعد ما ضبطنا انه الداتا الجديده بدنا نفحص الايرور فيها. قديش طلع معايا الايرور؟ 175 او 17500 نفسه. هناك قديش كان؟ وهنا لا 25 هذا اقل تمام. يبقى بدي اعتمد هذا الاسلوب انا عندي في البريدكشنز. الان ايش بدي اسوي؟ بحكي لي انه الاسلوب اللي انت بدك تعتمده بدك تعمل جوين للكومبيتيشن اذا انت مش عامل جوين، وبدك تعمل سبميت للريزلتس الجديده باستخدام النظام الجديد. ايش النظام الجديد في الفيتشرز اللي هي وان هوت انكودنج؟ شفنا انه هو افضل اسلوب. اول حاجه ايش بروح بسوي؟ بروح ببني موديل على الداتا سيت تبعتي تمام. اي داتا سيت اللي عملت لها وان هوت انكودنج تمام. بعدين الخطوه الثانيه ايش بروح بسوي؟ لما انا اجيت اطبقه هنا في الخطوه هذه، فبحكي لي انه لما اجيت انا اعمل بريدكت هنا هذه الخطوه بريدكت، فحكى لي في ميسنج فاليو. فالميسنج فاليو التعامل معها قصه تاخذ شويه وقت. اول حاجه بدنا نحدد الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو. هذول كلهم فيهم ميسنج فاليو. وين؟ في التست. صح مركزين معايا؟ طيب شو بدي اسوي؟ بدي استخدم السيمبل امبيوتر، بيريحني انه هو يستبدل لحاله. بس وين بدي اسوي؟ بدي اعمل فت على الترين واعمل ترانسفورم على التست. ايش الاستراتيجي؟ غيرت هذه المره، استخدمت الموست فريكوينت تمام. الان هذه بتضيع اسماء الاعمده، فرحت استرجعتها تمام. الان بدي اطبق الون هوت انكودنج على التست داتا بالضبط. فرحت عملت ترانسفورم مباشره على التست داتا، على الامبيوتد اكس تست داتا، على هذه الاعمده تحديدا. رجعت الانديسيز، طبعت الشيب، نعمل دروب اللي هو او بجيب النيوميريكال داتا فريم، وهنا بروح بعمل كونكات بين الون هوت انكودد داتا فريم مع النيوميريكال، وبطبع الشيب بعد الكونكاتينيشن بيطلع انا عندي
155 عمود زي ما هو كان وين؟ في الترين 155. خلاص هيك أنا متأكد إنه المشكلة ما فيش مشكلة خالص. ساعتها شو بروح بسوي؟ بعمل predictions. هاي مش هتزبط معايا إلا إذا كانت الدايمنشناليتي هي نفس الشيء، تمام؟ يمكن أنتوا جربتوا وصلتوا لهذه المرحلة وقالكم إنه الدايمنشناليتي مختلفة، ولا حدا في زبطت معاه predictions، تمام؟ بعديها بروح بعمل رايت للبريدكشنز وبروح بسلم. طبعا في انا سلمت فيرجنز الان قبل 27 ثانيه قبل ما ترجعوا من البريك، جابت 16000، تمام. طيب انا في عندي هنا خطأ كان في الكود، انه حكيت لكم بدي اعدله انه هي الاكس شيب، فعشان هيك بدي ارجع اعمل رن كمان مرة. وفي عندي شغلة تانية هنا انه انا بدي اكبر الداتا سيت اللي ببني عليها الفاينل موديل تبعي. كيف بسوي هاي الشغلة؟ بعمل للاو اتش الفاليد تست، بجربش عليها، تمام؟ مش بالضبط، يعني عملت هنا دمجت الترين مع الفاليديشن لانه هي الفاينل موديل، حددنا ايش هو الاسلوب الافضل، تمام؟ وعلى هذا الاساس. وهنا واي وبدي اعمل سبميت كمان مره واشوف كيف النتيجه بتتغير ولا لا. فالان ممكن تكملوا الاكسرسايز وتشوفوا قديش السكور بيجيب معاكم نتيجة. شوف بعد ما كبرت البيانات خمسة عشر، تمام؟ دمجت الترين مع الفاليديشن، كل ما كبرت البيانات أكثر بيكون أفضل، فصار معي عندي الإيرور 15. طبعا قبل هيك هنا 15 و800، قبل هيك أنا في عندي كيرنل تاني، تمام؟ استخدمت فيه إكس جي بوستنج 15 و700، هنا 15 و700 للراندوم فورست، هنا 22000، لا كتير كانت، هنا 17000، فأقل حاجة عندي لغاية الآن 15700، تمام؟ أنتوا يفترض إنه يعني 15000 يعني حوالي 15000 16000 يطلع معاكم ايرور بعد الإكسرسايز هذا. بعديها هاندل missing values in test data، بعديها apply OH one hot encoding on X test، بعديها بقدر اعمل make predictions. نعم. محطوطة بابك.
أبدأ أعمل عليها إيديت وأضيف هاي الملاحظات. معايا لو سمحتوا نستمر في الدرس اللي بعده اللي هو البايبلاينز. طبعا البايبلاينز بتساعدني انه انا اعمل كومبلكس موديل، وخاصة انه عملية البري بروسيسنج. زي ما انتم شايفين انه احنا بنتغلب كتير، انه شغلة انا بدي اطبقها على الترين بدي ارجع اطبقها على التست. فبالتالي بعرف بايب لاين، بريح راسي، بقول له انه الخطوات هذه اللي انت بتطبقها على الترين بترجع انه انت بتطبقها على بالضبط كستيجز، انه انت بتدخل في مرحله انه بري بروسيس ترين الموديل بريدكشن. فبعمل هذا الكلام في بايب لاين. طبعا ايش الفائده؟ انه بيكون انا عندي الكود كلينر مور كلين، البجز اقل، لانه كل ما اسوي شغله في الترين بدي اعيدها في التست بيصير احتمال انه انا اخطئ في الكود اكثر، فبالتالي خلاص الكود بكتبه مره واحده وبعيد استخدمه اكثر من مره. بعدين ممكن بيسهل علي ان انا اعمل برودكشنايز، انه اعمل الموديل الماشين ليرنينج موديل هذا انه ادخله الخدمه، انه ادخله للبرودكشن. البرودكشن انه انا ادخله بشكل فعلي، انه على سبيل المثال انه شركه بتطلب مني انه انا اعمل موديل يصنف الصور لكاميرا مراقبه مثلا، فالان بعد ما اطوره بدي ادخله الخدمه، خلاص بتسهل علي لانه الصوره هاخذها هعملها بري بروسيسنج، بعديها هطبق عليها فلتر، بعديها هدخلها على الموديل. فلما اعمل هاي الشغله في بايب لاين بتسهل علي هذا الشغل كله لما يكون الموديل فعلا داخل الخدمة، انه يعني منزله الخدمة. كيف يعني انه بالضبط؟ لا بعرفه مرة واحدة في بايب لاين، بدروح بدخل التست داتا في نفس البايب لاين. نعم بالضبط. هو لا 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 بعملش حمل زيادة، لا بالعكس هذه طريقة أحسن بكثير إذا أنت اعتمدتيها في الشغل. نعم طيب.
كيف بدنا نسوي بعد ما فهمنا البايب لاين؟ كيف بدي اسوي هذا الكلام في الكود؟ طبعا الداتا سيت تبعتنا كالعاده نفس الشيء، نفس الداتا هاوسينج داتا سيت. بدي احدد الخطوات للبري بروسيس، تمام؟ هنا سجل لي اياها، قال لي خلي بالك بدك تطبق بدك تعمل امبيوت للميسنج فاليو للنيوميريكال داتا، اما الكاتيجوريكال داتا ايش بدك تطبق عليها؟ missing value زائد one hot encoding، تمام؟ فهذه الـ pre-process تبعي، هي الكولوم ترانسفورمر اللي بيسهل علي الشغل، تمام؟ فبروح بعمل انه من الـ ASCII learn compose الكولوم ترانسفورمر، بروح بطبق هذا الكلام كله. البايبلاين اللي احنا حنعمله، الامبيوتر سمبل امبيوتر اللي احنا حنستخدمه خطوه من خطوات البايبلاين تبعي، بالاضافه للهوت وان هوت انكودر. رحت عرفت نيوميريكال ترانسفورمر، هو عباره عن سمبل امبيوتر والكونستانت والاستراتيجي تبعته كونستانت فاليو. رحت عرفت بايبلاين لانه انا عندي الكاتيجوريكال داتا زي ما شفنا هنا انه هي عباره عن خطوتين، رحت عملتها في بايبلاين، تمام؟ اما النيوميريكال داتا كان مطلوب بس شغله واحده، فبالتالي ما فيش داعي اني احطها في بايبلاين. لسه هذا كله هاخده وركبه في بايبلاين ثاني، تمام؟ البايبلاين الخطوه او السينتاكس تبعه كيف؟ انه بحط بعرف بستدعي الكونستراكتور، بحط باراميتر اسمه ستيبس، والستيبس هذه بمرر له اياها في لستة. ايش اللستة هذه بتحتوي على تابلز؟ ايش التابل هذا؟ اسم الستيب هذا انا بختاره من عندي، بالاضافة ل الخطوة الفعلية لايش اللي حتطبق، سمبل امبيوتر استراتيجي موست فريكوينت، تمام؟ بعديها اسم الستيب ووراها بالضبط زي هيك. الان رحت عملت كولوم ترانسفورمر، ايش سويت فيه؟ قلت للنيوميريكال داتا روح طبق لي هذا الكلام، هيو حدد له انه انا عندي هنا اسم الستيب، على مين بدي اطبق؟ ايش بدي اطبق؟ بدي اطبق النيوميريكال ترانسفورمر اللي انا عرفته اوريدي هنا، تمام؟ على اي اعمده بدي اطبق؟ على النيوميريكال كولومز. والكاتيجوريكال كولومز ايش بدي اطبق عليها؟ بايبلاين، هيو اسمه الكات، تمام؟ اللي هو الكاتيجوريكال ترانسفورمر، هيو اللي فيه خطوتين، هذول الخطوتين، تمام؟ بالنسبه اصلا مثل افضل من ثلاثه، افضل من ثلاثة؟ احنا قصدنا من ثلاثة ومسمين فيهم الافضل؟ لا، مش دائما هو افضل الثلاثة. عارف عارف. صحيح. احنا كنا فاضل بين الثلاثة، مين افضل هو يعني. صحيح. طب هنا انا بروح بحط بناء على علامتي ولا بروح برجع بعمل مين الافضل فيهم؟ لا، بكون انا محدد مين الافضل فيهم وبروح. لا، يعني ممكن هذه الخطوات اروح انا اعملها في بايب لاين. يعني هنا بروح باخذ هذا الكلام زي هيك، تمام؟ لقيت هذه انه انا بدي اطبق النيوميريكال ترانسفورمر، تمام؟ بروح بقول انه بديش هذا البايب لاين، بدي بايب لاين ثاني اسمه ايوه كات 2، وبكون معرف ايش الستبس تبعته هناك. فبالتالي انه مره بشغل البايب لاين هذا ومره بشغل البايب لاين هذا. الفكره في الموضوع انه تطبيق على ترين وعلى تيست، فبالتالي انه هو بيسوي هاي الشغله على ترين وعلى تيست، ومن النتيجه اللي بتطلع بقدر احدد مين هو الافضل، فبصير بفاضل هنا من برضه من خلال البايب لاين. الان تعريف الموديل، بنعرف موديل كالعاده، تمام؟ والان بروح في الموديل هذا ايش بروح بسوي؟ بدي اعرف بايب لاين جديد. كم بايب لاين انا صرت معرف لغايه الان؟ ثلاثة؟ أربعة؟ لا،
اول واحد مش بايبلاين. شو السبب؟ لانه النيوميريكال هيو قال لي خطوه واحده بس ميسنج فاليو. الكاتيجوريكال خطوتين رحت حطيتها في بايبلاين بالضبط. بعديها رحت دمجت هدول الشغلتين في بايبلاين عفوا في كولوم ترانسفورمر، وقلت له خد طبق لي هذا الترانسفورمر على هدول الاعمده، وهدول لا وهدول الترانسفورمرز هذا الترانسفورمر على هدول الاعمده زي هيك. بعديها بروح باخد بعرف بايبلاين جديد ايش بدي ادخل فيه. بدي ادخل فيه الموديل. ايش بحكي له؟ انه الخطوات تبعتي اول حاجه بري بروسيس، وبعديها الخطوه الثانيه بدي اطبق الموديل. البري بروسيس تبعي ايش هو؟ هيو بري بروسيسور اللي هو مين؟ هذا بالضبط، جمع الترانسفورمر تبع الكاتيجوريكال والنيوميريكال. تمام، في انه خطوات للنيوميريكال لحال وخطوات للكاتيجوريكال لحال. تمام، هذا البري بروسيس. اما الموديل فهو عباره عن موديل. الموديل وين عرفته؟ هي هذا بهذا الشكل بالضبط. فبصير انه زي كانه بركب انابيب على بعض زي هيك. الان البايبلاين هذا بعد ما عرفه بقدر استدعي منه الفيت، فهو لحاله بفهم بشكل امبليسيت انه لما اقول لك فيت معنى ذلك انه انا بقصد فيها الفيت تبع الموديل. لما اقول لك بريدكت، البريدكت تبعت الموديل. والبري بروسيس هذه انت لحالك حتطبقها خلاص. قبل ما انت تيجي لي على خطوه الموديل تعمل فيت وبريدكت، بدك تكون مطبق هاي الخطوه لحالك، انت بدك تسويها لحالك. تمام، بعد ما عملنا بريدكشنز بقدر احسب الايرور بهذا الشكل. طلع انا عندي الايرور 160,000. تمام، فالان بقدر انه يعني صرتوا عارفين او فاهمين كيف انه انا اسوي البايبلاين. ممكن انه تسوي هذا كاكسرسايز. تمام، انه ايش الخطوه الاولى؟ نعمل ريديوس للدايمنشناليتي باستخدام البي سي اي. ريديوس للدايمنشناليتي يعني على سبيل المثال في عندي 100,000 عمود بدي اصغرهم ل 100 عمود، فهذه بستخدم طريقه واحده من الطرق الموجوده بي سي اي. بعد ما اصغرهم اصغر انه دايمنشناليتي بروح بطبق عليها سبورت فيكتور ماشين. بحذفهاش، بعملها ترانسفورميشن، عمليات رياضيه، بعملها مابينج من سبيس لسبيس جديد بتكون الدايمنشنز فيه اقل. تمام، هذا مثال. في انا عندي مثال ثاني انه هنا عمل باينريزيشن للفيتشرز تبعتي، وبعديها راح طبق عليها هذا الالجوريثم اللي هو المالتي نوميال نايف بايس. هنا باينريزيشن للاعمده تبعتي معناها انه بالضبط اي فاليو اكبر من زيرو فبعتبرها واحد، وغير واذا كانت صفر بخليها صفر زي هيك. هذه وصفات يعني انا في الدوكيومنتيشن بشوف وصفات انه هي معرف لي بايبلاينز مختلفه. هيو عباره عن سبورت فيكتور ماشين فروم اس كي لير اس في ام امبورت اس في سي سبورت فيكتور سي ال اف. هو بسميه كلاسيفاير، احنا بنسميه موديل عندنا. يعني هذه الستيب بالضبط اسماء الستيبس حطيها زي ما بدك. صحيح في الستيبس بالضبط. بالضبط الليش؟
لا، هو الدرس انه معمول عشان انه احنا نفهم ايش معناته نحط انكودينج وكاتيجوريكال فاريبلز واطبقها بشكل عملي، بعدها بشوف طريقه افضل انه تسهل علي الكود. هذه الشغله، هذه شغله من الشغلات. الشغله الثانيه في البارميتر تونينج، انا كنت احكي لكم انه انت ممكن تستخدم نستد لوب، صح؟ الان في انا عندي هنا جريد سيرش، الجريد سيرش لحاله هو بروح بدور ايش افضل الباراميتر وبروح بيجيب لي اياه. بس هذا الكلام انه سي في بدي استخدم فيه الكروس فاليديشن، هذا لسه ما اخذناه احنا. هيو الكروس فاليديشن هي لسه بدنا نشرحه الان، لازم نكون فاهمينه بالاول. بعديها بعد ما انتم تشوفوا الوصفه تبعت الجريد سيرش انه هو لحاله بروح بيجرب لي كل الكومبينيشنز بين الباراميتر وبقول لي خط هاي هدول افضل باراميترز، حتصير تقولوا يا كنا نستخدم نستد لوب بعد اسال بكثير. بس الفكره انه هو كيف بيشتغل من جوا، يعني عارفين المبدا ايش هو يعني، تمام؟ فهذه الوصفات حتسهل عليكم يعني شغل اكثر، يعني بتكون لا بالاول انا بدي اجيب لكم تشالنج تشتغلوا عليه كلكم تشوفوا يعني ايش بيطلع معاكم، بعديها انا بحل لكم اياه، تمام؟ بس مش معنى الكلام انه انتم تستسلموا على طول، يعني انه طيب اوكي ننتقل للدرس اللي وراه. فهمنا ايش الكونسبت تبع البايب لاين، بيسهل علي انه اكتب اكواد بشكل اسرع. نيجي الان للكروس فاليديشن. احنا اتفقنا سابقا انه احنا بدنا نقسم البيانات تبعتي لثلاث اقسام، ترين وفاليديشن وتست. ترين عشان ادرب الموديل، فاليديشن عشان انا في كلام احنا نسال. فكنا نحكي انه احنا اتفقنا انه احنا عادة بنقسم البيانات لثلاث اقسام، ترين وفاليديشن وتست. في الترين شو بعمل؟ بدرب الموديل. في الفاليديشن بعمل تون للباراميترز، تمام؟ وفي التست بروح بعمل ايفالويشن قديش انا عندي بيطلع ايرور، تمام؟ الان لنفترض انه انا عندي داتا سيت مكونه من 5000 رو واخترت انه التست تكون انا عندي 20%، قديش بيطلع انا عندي حجم التست في هذه الحاله؟ 20% من 5000 قديش بيطلع 1000، تمام؟ تخيلوا انه الموديل كان محظوظ للغاية انه الالف هدول جاب فيهم دقة عالية بالحظ، لو انه اختار 1000 تانية كان ما جابش الدقة هذه. هذه مشكلة، تمام؟ المشكلة الثانية انه تخيلوا انه الداتا سيت هذه اصلا صغيرة، يعني اقل يعني من 1000. في بعض البروبلمز بتكون انا عندي زي مثلا التايتانيك، قديش كلهم على بعض؟ 991 92، صح؟ فهدول يعني لما بدي اقسمهم ترين وتست يعني صار الترين يا دوبك يعني 300 شو بدي اعمل فيهم؟ والتست انا عندي حجمه كثير قليل، فبالتالي الايرور هذا اللي احنا كنا نطلعه 79 و83 و84 بقدرش انه انا اثق فيه بدرجه كبيره، تمام؟ فايش الحل في هذا الموضوع؟ يبقى انا بلجأ يعني انه انا عندي المشاكل انه انا اقسم البيانات للترين وفاليديشن وتست، انه لو كانت البيانات صغيره جدا او متوسطه، خلينا نقول في المتوسطة في بيكون احتمال انه الموديل انه محظوظ للغاية في الالف
او في التست سيت اللي تم اختيارها. تمام. والداتا سيت الصغيره بيكون انه كذلك انه ممكن يكون في عندي بايس في الموديل اتجاه الداتا سيت او يعني جزئيه معينه من الداتا سيت، لانه الداتا سيت اصلا مش كافيه للتدريب. ففي هذه الحاله بروح بتجه على الكروس فاليديشن. الكروس فاليديشن على سبيل المثال هنا لو اعتبرت انه انا بدي اقسمهم ل 5 فولدز، لخمس مجموعات، كل مجموعه بيجري عليها اكسبيرمنت، كل اكسبيرمنت ايش بروح بسوي؟ بعتبر ما دام انه هذه خمسه بروح باخذ خمس البيانات للفاليديشن والبقيه تريننج. هذه في التجربه الاولى. في التجربه الثانيه بروح بياخذ المجموعه الثانيه هذه كفاليديشن والبقيه تريننج. التجربه الثالثه بتكون هذه تريننج والبقيه، هذه فاليديشن عفوا والبقيه تريننج، وهكذا. تمام. هيك انا بكون عملت ترين على كل الداتا سيت وعملت تيست على كل الداتا سيت. بروح باخذ الافرج بيناتهم. تمام. ومش بس الافرج، بروح باخذ الستاندرد ديفيجن. ليش؟ لانه على سبيل المثال ممكن هذا يكون فيه الايرور عالي كثير وهذا الايرور قليل كثير، فبروح باخذ قديش انه انحدار او انحراف البيانات عن المتوسط. فهيك انا فعلا انه بضمن انه والله الموديل تبعي انه اكيوريت فعلا. لكن لو كان حجم الداتا سيت كثير، تخيلوا ان انا عندي داتا سيت 100,000 وبدي اطبق عليها كروس فاليديشن، الكروس فاليديشن يعني الفولس تبعته ممكن تتراوح لغايه العشرة، يعني ممكن تكون خمسة ممكن تكون عشرة. فتخيلوا على ال 100,000 بدي اعمل 10 تجارب. متخيلين الايفورتس هذه؟ كيف؟ لا انا بحكي انه هنا ما دام انا عندي 5 فولدز فباخذ 5 البيانات، لكن انا عندي 10 فولدز بروح باخذ 10 البيانات. تمام؟ برجع بكرر السؤال كمان مره، لو كان انا عندي 100,000 في الداتا سيت اطبق كروس فاليديشن؟ كروس فاليديشن مع 10 فولدز، متخيلين حجم الشغل اللي حينعمل عشان انا اطلع موديل؟ صحيح. فبالتالي الداتا سيت لما تكبر انه احتمال انه يكون محظوظ في اختيار التست داتا هدول انه هو يشنص فيهم ان صح التعبير بقل كثير. تمام. وعدا ذلك انه الداتا سيت يعني انه ريبريزنتيتيف حتكون، فبالتالي انه ما فيش داعي انه احنا نروح باتجاه الكروس فاليديشن، بنروح باتجاه التقسيمه اللي احنا تعودنا عليها اللي هي ترين وتست وفاليديشن. تمام. يبقى الخلاصه عرفنا شو هي الكروس فاليديشن ومتى نستخدمها. طيب نيجي نشوف الكلام هذا ككود. شو عرفت هنا؟ بايبلاين اللي اخذناه لسه في الدرس السابق. تمام. رحت حكيت له انه خطوات البري بروسيسنج تبعتي انه انا بدي اعمل امبيوتيشن ريبليس للميسنج. تمام. وبعديها الموديل تبعي هو عباره عن راندوم فورست. تمام. بعديها بروح بعمل امبورت لميثود اسمها كروس فال سكور. واضح من النيمي كونفكشن انه هذه عباره عن ميثود. من وين جبتها؟ اسكي ليرن موديل سيلكشن. يبقى اسكي ليرن موديل سيلكشن بروح بعمل امبورت لهي الميثود. هاي الميثود هي عباره عن اللي بتنجز لي الكروس فاليديشن، برمي عليها كل الشغل. هي بس بحدد لها كم فولد انا عندي. هنا سي في 5 مع ذلك هيعمل لي 5 فولدز. قلت سي في بتساوي 10، هو لحاله بروح بقسم. تمام. ل 10 اجزاء لحاله، وبروح بجري تجربه وبروح برجع لي النتائج. تمام. ايش بدي له؟ بدي له البايب لاين. عشان هيك البايب لاين مفيد جدا هنا في الكروس فاليديشن، انه لحالك انه كل تجربه بتروح تعمل بري بروسيس وبتطبق الموديل. هاي بري بروسيس وطبق الموديل. تمام. وكذلك اديته البيانات كلها. ليش؟ لانه هو لحاله راح يقسم.
وتقسيمها زي ما حكينا 5 فولس يعني حيعمل 5 البيانات للفاليديشن، 10 فولس حيعمل 10 البيانات للفاليديشن. وهنا السكورينج اديته انه نيجاتيف مين ابسوليوت ايرور. تمام؟ الان هو نفس المين ابسوليوت ايرور بس انه نيجاتيف. وليش انا استخدمته؟ لانه هو من السكورينج المعتمد مع الكروس فال سكور، فبالتالي بدي اتقيد فيها. عشان هيك انا ضربته هنا في ماينس واحد. لقيت هذه القيم يفترض انه هي تطلع بالماينس. شايفين كم قيمه طلعت معي؟ هي 1 2 3 4 5 5 فولز، فبالتالي طلع معي 5 ايرورز. لقيت هنا طلعت بالموجب، ليش؟ لانه ضربتها بماينس واحد. لو ما ضربتهاش بماينس واحد بتطلع بالماينس كلها. لقيت ايش بدي اسوي؟ بدي اجيب المتوسط تبعها والانحراف المعياري. تمام؟ فهي بجيب ما دام انه هي عباره عن ليست، فبقول دوت مين على طول مباشره، طلع معايا المين 27000 او 277000. اوكي؟ والستاندرد ديفيشن هو عباره عن ايش؟ الانحراف عن المين بالضبط. فبروح باخذ كل فاليو من هنا بطرحها، باخذ ال 30000 او 301000 بطرحها من 277000 وهكذا، بشوف انه هل الانحراف كبير ولا لا. STD ماشي. حكيت بروح باخذ الفرق وبربعه وبحطه تحت الجذر. هي كل قيمة ناقص المتوسط. تمام؟ بروح بقسم على ال n ماينس واحد. تمام؟ بربع وبحط تحت الجذر هاي زي ما حكيت لكم. صحيح، يعني حاصل فرق المربعات يعني انه زي. تمام؟ في دالة جاهزة أكيد حتلاقوها هنا. بالضبط، انه بروح بجيب لي. اوكي، هيك بكون خلصنا الكروس فاليديشن. بكون باقي عندنا شغلتين مهمات في الانترميديت، الاكس جي بوستنج نقدر نعتبره انه هو مثل الانسمبل بس طريقة ثانية حنشرحها في وقتها، بالاضافة لشغلة ثانية اللي هي الداتا ليكج. صار في عندكم بعض التلميحات للداتا ليكج، يعني كنا نحكي على موضوع الغش، انه انا التست خلاص ما جربش عليها، ما اخذش منها ولا معلومة. فهذا بياكد على الموضوع اكثر، وراح ناخذ اكثر من كيسز. فبدي اترككم تحلوا الاكسرسايزز تبعت البايب لاينز والكروس فاليديشن.